خليني في البداية أتكلم معاكم على شوية حاجات، شوية حاجات هتزعل الناس، بس يعني احنا كل فترة والتانية بنطلع نصحح شوية مفاهيم، وده عنوان البث بتاعنا. يلا بينا علشان نصحح مفاهيم جديدة. أولا أنا في موضوع الأفلام والمسلسلات والقصص الجميلة دي، أنا ماليش في القصة دي، تمام؟ يعني أنا من أول الالتزام وقررت إن أنا الحاجات دي لا تعنيني. يعني حتى قبل الالتزام ما كنتش بتفرج على العربي، يعني موضوع الأفلام العربي دي كنتش بتفرج، ما كانتش دي اللي تستهويني، يعني كان يستهويني اللي بره الأجنبي وهكذا. لكن الأفلام العربي دي ما كانش ليا فيها. لكن لما يطلع حاجة يعني مثلا زي اول ما طلع، انا فاكره كان اول التزامي كان موضوع العشوائيات واللي بيحصل في العشوائيات من خيانات ومعاملات اختلاط تنم على فاحشه وهكذا. بصوا يا جماعه، اولا انا يعني انا مش عارفه، انا عايزه اجيبها لكم عشان انا متنرفزش، واجيبها لكم بطريقه كويسه نتقبلها، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، فيا رب علينا بما تحب وترضى. اولا اللي مستني او اللي بيعول ان ياخد قيمه تربويه او قيمه سلوكيه او قيمه ايمانيه من الاعلام اللي موجود حاليا، ده شخص واهم. يعني ده شخص، هو انت لسه بتدور، يعني معلش خليكم معايا، انت لسه بتدور على قيمه من وراء اعلام هدام؟ كل فيلم وكل مسلسل بيحصل فيه هدم لقيمه اسره، هدم لقيمه مجتمع، هدم لقيمه انسانيه، مؤمنين انسانيه، ما بالك قيم الدين والتريقه على الدين والتريقه على الحجاب والتريقه على المشايخ وترندات؟ يعني ده كلام فاضي. فاطلع علق على فيلم مش عارفه ايه وانت مستني ده. بس قبل ما اتكلم عن اي حاجه، هو انت مستني ان انت او انت مستنيه انك تاخدي قيمه سلوكيه او قيمه ايمانيه ما شاء الله تعيشي عليها من الافلام والمسلسلات؟ ده يعني يا ريت نتكلم، ومنحب نوصف نوصف صح، ونتكلم نتكلموا صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا ما شاء الله، يعني ما شاء الله انا عندي كل ما اطلع من الجروبات يحطوني في جروبات. انا عندي جروب دلوقتي لقيته بيحلل موضوع الـ الفيلم ده، وجايب مشهد وده الغلط بتاعه مش عارف ايه والكلام ده، وعاملين شان بقى منشان ليه يعني بتاعت الكلام. معنى نتكلم عن ربنا، نقعد نشوف حال قلوبنا وازاي نوصل لله سبحانه وتعالى ورضا ربنا سبحانه. لكن الهيافات، لكن لما يحصل ان يطلع اب، ودي اب يعني ما حصلتش اصلا، يعني في الغرب بيروحوا لما البنت ما تبقاش يعني تبقى عذراء لفتره من الزمن يروح يكشفوا عليها عند طبيب نفسي. لكن مسلم عربي، النخوه والشهامه والرجوله، وده المشهد اللي استوقفني وتم التعليق عليه. إيه انت حر، بنت راحه تفقد عذريتها، انت حر، عايزه تنامي مع صاحبك فلان نامي كده، مش عايزه تنامي، انت انا ربناكي على الحريه، على الحريه. ولسه يعني لو انت شايفه نفسك لسه متردده، فالحياه قدامك، يعني ما تفقديش النهارده ولا السنه دي، ممكن السنه الجايه تفقديها عادي. استغفر الله العظيم يا رب، اقسم يمين بالله على مات الساعه. ومنتظرين ان دي القيم اللي احنا، لا اصل مش مجتمعنا اصلا. انا مالي ومال المجتمع غير مجتمع. انا بنتكلم دلوقتي على حاجه انتشرت وتم الهوج عليها، وبعدين يقولك ايه، لا فلان، انا مش دعوه بشخصيات ولا ليها دعوه بناس فلانه وفلانه، مش دول بيقدموا قيم يعني، فنقدر نقوم. نقطه رقم اتنين، ان انا اصل لي ان يبقى في ازواج وزوجات، وعادي زوج، انا اتكلم من تخصصي يعني، ان يبقى زوج وزوجه ويروحوا مع اصحابهم زوج وزوجه، وعادي مراتك تشرب خمر عادي، ومراتك وانت تبوس فلان وعلان وهي تبوس عادي يعني. ايه 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 يا جماعه، ايه يا رجاله، يعني ابعد ما يكون قطب بتسمعهم لنا احنا ليه، ولا بيتفرجونا عليه احنا ليه، ولا بتجيبوه في قلب مجتمعنا ليه؟ حاجه لا تخصنا بتجيبوها ليه على المجتمع العربي المسلم؟ حاجه لا تمت لنا وبعيد عن واقعنا، اوكي تمام بتجيبوها اهي، تقصيد. خلي بالكم ممكن يبقى ده الواقع، ممكن يكون هو الواقع متداري في بعض البيوت، لكن مش ما يبقاش كده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، قالوا بالكم اللي بيحب ان الفاحشه تشيع بشيعه بعذاب اليم. فين؟ هنا يعني، هنا في الدنيا والاخره الاثنين.
الاصل الاحتشام، الاصل الحياء، الاصل القيمه الصح، لكن هيصه كده ده كلام فاضي يعني. يعني ده كلام فاضي. وبعدين مشهد ملابس مش يعني انتم متعرفوش الدنيا فيها ايه. انا بكلم بخاطب الفئه اللي انا اسال عنها يوم القيامه، فئه النساء والبنات. سيبكم من الكلام ده، اوعي تعولي ولا تحطي في دماغك 1% فقط ان ممكن تاخدي قيمه تربويه او سلوكيه من فيلم او مسلسل. صفر. بس بل مش صفر، سالب. الصفر له قيمه، صفر له سالب. يا جماعه، يا امه محمد، يا امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا انتوا فين. وبعدين تتكلموا واحد والمثل، اقول لكم على حاجه، وليه دايما بيجيبوا المثليين؟ مش عارفه هو الطيب اللي بينصح اللي كلامه صح اللي كلامه كذا. انا هقول لكم على حاجه، وهفرق ما بين 3 حاجات. انا هتكلم على حاجتين، الثالثه دي مش هتكلم عنها لان الله عز وجل متكلم عنها. ايه اللي بيبقى مثلا ولد، يعني الحاله ديت انا تابعتها بنفسي، ولد وعنده 13 سنه، والولد اللي عنده 13 سنه ده جاله الحيض وهو ولد بس مخلط بقى، احنا بنقول عليه مخنث مش عارفه ايه. لا، هو عنده العدوين، واحد مضمر والتاني كان وجاله. لما كشفه عنده رحم، ده اللي اتعمل له عمليه، وده اللي نتعاطف، او ده اللي كذا وده كذا، او صدقوني وده حقيقه. هم بيطلعوا صورته، هو معظمهم بيبقوا مش عارفين حاجه وطيبين، او الحالتين اللي انا بقوله. في حاله ثالثه بلاك، ولا والله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله باذن الله ان انتفش الباطل، الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرده بالحق. الحق يا جماعه بين واظهر وابلج. وقصه يعني القوم دول معروفين. خلينا نتكلم في الحاله الثانيه. الحاله الثانيه بنت تعرضت لتحرش من ذوي القربى رجال، فكرهت الرجال. فمين اللي كانت الطيبه معاها؟ صاحبتها. بس هي مش عارفه تفرق، صغيره، هي مش عارفه تفرق ما بين مشاعر ان دي صاحبه ووقفت معاها في الازمه بتاعتها، وما بين كذا، وما بين ان ده حب والقرب ولازم نبقى مع بعض ونبوس بعض والاتجاه بقى للسحاق. لا لا، ده يتعالج والسلوك ده يتوضح، ونوضح لها وننتقم لها من المتحرش اللي عمل فيها كده بجد حقيقه يعني. ونفضل نوريها، وده يمكن 90% من العلاج اللي تم التحرش بطفله وتعرض، لما يتعرض لازمه نفسيه وصدمه نفسيه فكرهت هذه اليوم. بس فمين اللي طيبه؟ البنت. فهي ميلت كل عاطفتها، ده يعالج. حاجات كتيره موجوده في قلب التحليل بتاع الجروب اللي انا فيه العظيم ده، طلعت منه طبعا عشان ما بحبش الحاجات دي. والمهم ان انا ما بكتشفش الحاجات دي الا لما بتحصل ازمه، ولا تيك 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 نوتيفيكيشن كازمه فيه. لكن ضياع القيم بالشكل ده محتاج عليك يا دلو. معلش سامحيني، سامحيني وانا بكلمك الكلام ده وبقول لك من فضلك ما تزعليش. ودايما يعني تقبلي اللي يقول لك حاجه، لانك فعلا انت محتاجاها دلوقتي. يا ام، يا كل زوجه، يا كل بنت، دورك، دورك مع نفسك وفي بيتك. مع نفسي انا حالي ايه في اللي هسأل عنه؟ احنا ما عندناش ترتيب فقهي اولويات، ما عندناش ايه اولوياتنا وايه اللي معانا وايه اللي واجباتنا وايه اللي دورنا، ما فيش. احنا ويعين الجيل يا حبيبي اللي طالع دلوقتي، ما هو الجيل ده وشاف ايه؟ شاف ميديا. وتقول يا معقول، معقول ما كانش عندكم انستا؟ معقول ما كانش في موبايلات؟ ما كانش في موبايلات، كان في الموبايل دوار او الرقمي والعمله في الشارع ده يعني كده يعني. ده الموبايلات عندنا دخلت سنه 2000. يعني انا اتذكر اول موبايل زوجي جابه كان سنه 2000، وكان جاي له بعدين دهوني كالعاده. المراه اللي بتستولى كل حاجه. فطبعا يعني عايزه اقول ان في الاول وفي الاخر هو الجيل ده مظلوم. الجيل ده شاف ايه؟ ما شافش. خليك انت النموذج. ايه النموذج والموديل اللي نقدر نقول ده انا اولادي ياخدوه قدوه في الوضع الحالي؟ كلهم ايه؟ هيفات، افتحوا البتاع وشوفوا ايه المحتوى اللي بيقدموه. ما فيش محتوى، هاكس وضحك وتهريج، واحد لابس فوطه، واحده لابسه فانيلا، واحد لابس ما مش لابس اصلا. يعني تيجي تعاركني مش عارفه في ايه، ومعاركه ايه رقص. لا حاجه مصيبه يعني.
ايه القيم؟ ايه النموذج اللي اقدر اقول ان ده نموذج يحتذى به؟ مفيش. فكتر خيرهم، كتر خيرهم. فعشان كده دورك يا ام، عشان معلش عشان خاطر يا بنتي، عشان خاطر ويا بنات يا لسه مقبلين، حطي ده في دماغك، ابعدوا عن المشتتات، خلي شغل الميديا الموبايل معاكي والسوشيال ده ساعة في النهار، ساعة يلا، وبقية اليوم انت مقسمة الدنيا فيها ايه، مخك هيتلقى ايه، عيالك هيتلقوا ايه، والله ما هتلاقي وقت، وهتلاقي متعة حقيقية في التعامل مع اولادك ما شفتهاش قبل كده. هما دول رقم واحد، لما اجي اكلمك فقه الاولويات هما دول رقم واحد عندك، عيالك، عيالك. لكن انت مفرطة في دور وملهية، بتقولك ما فيش وقت، ما انت ملهية، انت ملهية. وبيني وبينك الحاجة هتشوف، مش عارفة منزلين اكلة جديدة، شوف مش عارفة عاملين ايه، طب مش عارفة حاطين ايه، ولو قلتي بقى على سوس يعني سوسايتي معين ولا مجتمع معين، بتبص تلاقي ليه توجهاته كل شوية، يعني في حاجة حصلت، مش عارفة في حاجة جديدة وهكذا. فمن فضلك ما تنسقيش للكلام ده، مالكيش دعوة بالقصص دي، ركزي في دورك. والتانية مخدوعة، المخدوعة مش عايزة اقول اكمل بقية الليستة، يعني اللي تاخد قيمة او تنتظر قيمة، القيم مهدومة من زمان، لدي حرب محطوطة بالورقة والقلم ومرسومة وبخطة، وبخطة زمنية عشان يطلعونا برا قيمنا وبرا ديننا وبرا بيوتنا وبرا الاسرة الجميلة اللي كانت المسلمين يتميزوا بيها، وحدة وكذا، وتطلع يطلع ست سنين، ده طالع من كتاب القرية ولا كتاب المكان اللي هو فيه، طالع على المدرسة بيقرأ ويكتب ويقرأ قرآن. ليه؟ لأنه كان عنده قرآن قبل كده. كل دي راحت، ما بقاش فيه الكلام ده، ولو فيه حاجة نادرة. عشان كده بنفرح جدا لما نلاقي أولاد ونلاقي حاجات سنهم صغير بأولاد وبنات ما شاء الله، يتقنوا او يقرأوا قراءة من القرآن، وام تسعى، وانا بحيي كل ام تعمل كده. طيب النقطة التانية اللي عايزة اتكلم فيها، ما تزعلوش مني بقى، اتكلمت النساء، خلي بالك من بيتك، متاخديش اي حد قدوة، ولا تسمعي ولا سيبك من كلام تضيع وقت، والله ركزي في حالك، وركزي مع اولادك، هيطلعوا 10 بس. وبعدين هكلم الرجال، هكلم الازواج، انا بقول مش كل الرجاله وحشه، ومش كل الرجال ازواج محتاجين تصليح ومحتاجين تصحيح سلوك وهكذا، لكن انا هقول لكم ما تزعلوش مني، حسبي الله ونعم الوكيل. بص انا بقولها اقسم يمين بالله لو اوقفكم يوم القيامه، لان ملكوش عذر، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل راجل، في كل راجل احوج زوجته لاحتياج عاطفي مادي او مشاعري، حسبي الله، حسبي الله. وعايز الرسالة دي توصل لكل راجل، اما تبقى راجل تسأل عن زوجتك وانت قاعد على النت مع البنات، وسايب واحدة بتشحتف على كلمة حلوة منك، يبقى انت مش راجل والله العظيم. ليه؟ لانك يا ابني الدنيا زي ما انت منفتح على الدنيا كده، اطردها لامك، اطردها لاختك، هتجيلها، ما هيجيلها من الراوتر برضو واحد يجي يقول لها ويعد لها. ولو هي مش متقية، مش يعني قول لي بقى عوامل ثبتها على التقوى والإيمان، إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا وأراد بها سترا. إيه يعني أنت سايب الدنيا كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد بيروح يمارس عاطفة ولا حب ولا أي كلام فارغ، أنا مش عايزة أقول اللفظ والله عشان عيب أقوله، ويروح يعمل كده هو بره مع بنات على النت ولا الفيس، يقول لك الصوره وترستكات، وسايب زوجته، وسايب زوجته لكلاب السكك، لذئاب الليل، يعمل انهي راجل؟ انهي راجل؟ يبقى راجل، انتوا احكموا، انتوا يبقى راجل، وانا هقرا كومنتاتكم دلوقتي. يبقاش راجل، انت ليه تسيبها بالشكل ده؟ ليه؟ طيب النقطه العظيمه اللي احنا فيها، يقول لك اصل هو سايبني. يا بنتي هو مقصر يحاسب عند الله، وعلينا بننصحه، ودينا حطيه ده والله لو وقفهم يوم القيامه مالكوش عذر. فيديوهات موجود، واليوتيوب موجود، والحاجه كلها موجود، تقدروا ترجعوا لها، وانا وغيري 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 من الثقه المؤتمن تيجي تسيبها. فين اللي يثبتها دلوقتي؟ قول لي كده مين يثبتها، مين يسمعها كلمه؟ تقول لك عشان اسمع بره كلمه كذا كذا. ايه ده؟ طبعا الغلط غلط تحاسب، هي غلطت هي كمان تحاسب، لان الخيانه مش لك،
وانت خيانتك مش ليها. الله عز وجل حضر اجابتك لله سبحانه وتعالى، حضر اجابتك لربنا، وتيجي في الاخر تتنازل هي ولا تقول على بقى يا بن يا ابني يا ابن الله يصلح حالك، لم بيتك ولم زوجتك ولم لحمك، لم بيتك ولم عيالك بالحلال. اللي انت بتعمله ده مش عايد عليك بشيء، ولا متعة ولا نيلة. فين المتعة في الهوى؟ فين؟ مش عايز اكمل الصورة النهائية وفي الاخر تعمل ايه وتسوي ايه مع نفسك؟ حرام. ما انت ربنا عفك اهو بالحلال، مش ربنا عفك بالحلال؟ ليه ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ انك تسيب الحلال وتروح تكلم بنات على النت؟ طب ما زوجتك قول لها، حددوا ارجعوا تاني، مفيش خلاص اتركها بقى وسرحها، هي ربنا يرزقها باللي يعوضها في الحلال. ليه يا ابني كده؟ الاصل في الموضوع، الناس اللي بقول انا بكلم الرجال، انا بخاطب النساء وباجي عليها، هو مقصر يحاسب، واقول لك واجي عليك اسالك واقول لك وحملها في رقبتك. شبع زوجتك عاطفيا، قول لزوجتك بحبك وحشتيني، مش عيب ولا حرام ولا نقص من الشنب، والله بالعكس. حاول انك انت تعينها، يجيب زي اللي الزوج اللي راح مش عارفه ايه والمشكله اللي انتشرت. عايزين بس نعيد الكلام، والمشكله انتشرت وزوج رقم جاي مطلق زوجته اصلا ما بتخدمش امي واختي المريضه. طب انت هيأت لها الامر، انت لو كنت كويس اصلا معاه، هي طبعا خدمتها مش عليه، خدمه الاهل، لكن بنعملها حسبه لله لرضا ربنا في زوجي. لكن محدش يتطاول ومحدش يشتم وما يبقاش كانك كذا، وانت جايه اصلا هنا خدامه وتعملي بلقمتك. لا ما هيش هتعمل، لانه مش واردة عليه، هي بتعمله من باب الفضل والاحسان وحسبه لله، رضا لله في زوجها. تظلمها ليه انت كمان؟ وام جايبه ما هطلقك، وانت جايبها على، لا مش جايبها على كده، انما والله تجيب ارخص بدل ما تدفع شبكه ومهر وبتاع، يقول لك يلا بالمره هي زوجها. يا ايه ده؟ وبيت الجاز يلا بالمره واخدم. لا لا لا، هات لك يا عم واحده ممرضه ولا واحده وسيب بنات الناس لحالها، لكن تزلها وهطلقك اصلك عملتي كده. والام رقم واحد طبعا عليك يا باشا، والله اللي فاهم بقى عليك، خدمتها عليك انت مش على زوجتك. ان كانت زوجتك طبعا، احنا الزوجة عندك واحنا بنقول كده، لو عندك صحة وامر وفضل منك يا بنتي تعمليه لله عز وجل، لو كان جار مريض ولا جارة مريضة هنعملها لله مش عشان زوج. لكن تيجي تتزل وهو كده، واذا كان عاجبك وانت قاعده، لا انا مش بعملها، لا مش بلقمتي والله، ده انا قاعده كنت باكل وبشرب في بيت ابويا زي الفل. ده زمن انقلاب الموازين، اقسم بالله زمن انقلاب الموازين وعلامات الساعه، ما اقدرش اقول اكتر من كده. وكمان يجي سايبها، هي البنات اللي انت بتقول لها وعمال تقول الزوجه، باقسم يمين بالله انا مش عايزه اقول لكم اكتر من ساعه ونص شحته والله يا دكتوره ويا دكتوره انا نفسي، كارثه كارثه، بتعيط بتشحتف لما شافت السكرينات وبتقول بعتها، ما تبعتليش السكرينات ولا بتاع، بتشحتف ساعه ونص شحتفه على ان شافت زوجها بيقول. طب ما بيعرف يقول اهو، طب ما انت بتعرف تقول اهو يا عم العصر يا دونجوان الكوب، حلالك يا ابني ارجع له الصح يا جماعه. ما انتوش قادرين تتجوزوا وتبقوا في الحلال، ما تخربوش ما تخربوش بنات الناس من بيوتها وتظلموا النساء بجد. ايه ده بجد؟ احنا علامات الساعه، انا هعمل لكم حلقه مخصوص ان شاء الله علامات الساعه الكبرى اللي احنا فيه، الكبرى الصغرى راحت خلاص خلصت الصغرى خلاص، احنا في علامات الساعة الكبرى. صلى الله العفو والعافية، صلى الله سبحانه وتعالى يحسن لنا الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحفظ لنساء المسلمين. يا بنات يا نساء يا زوجات، اعتصمي يا بنتي بالحياء وبالقرآن، مالكيش دعوة بتقصير زوج، مالكيش دعوة بكذا، مالكيش دعوة بالقصة دي نهائي، انت اتعاملي باللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه يوم القيامة، اتعاملي به لله عشان خاطري. لا زوجها ينفع ولا تقصير ولا نكايه فيه ولا انتقام، انت اللي هتتحاسب، هو مقصر يحاسب عند الله. لكن اجي واخد وتجي ميديا وكرتون واعلانات وكله يأصل للفاحشه،
يأصل ان ده شيء لا ما هوش عادي، والله ما هو عادي ولا يرضي الله عز وجل. وانا من مكاني دوت ابرأ الى الله عز وجل من كل عمل ومن كل تنشر في قلب المجتمع. مفيش ناس تقول حنا احنا بنقول اهو احنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، حرام. ما تتفرجوش وانتم منتظرين قيمة من الحاجات دي؟ ايه ده، من امتى اصلا؟ من امتى ان دي؟ انت عارفين المصيبة ايه؟ المصيبة تنظير تنظير تنظير. فين الحل؟ ولا ادوا حل. الحل ان ما كانتش تتلعب اللعبة، خطأ. ان اللعبة اللي دي ما كانتش تتلعب عشان ما حدش ينكشف، خطأ. فين الحلول؟ سبتوا الناس من غير اي حاجة، القسمة كده وكل واحد على عيبه؟ اللي بيعمل غلط واللي بيعمل فاحشة واللي بيزني مع واحدة واللي حملت منه سفاحا واللي بتشرب خمرة واللي بيتكلم رجال ايه؟ واللي بيجيله صور على موبايله، كل دي قضايا قاتلة. واللي بتخون زوجها مع صاحبه، كل دي قضايا قاتلة ما تمش لها حل ولا تحط فيها حل واتقفلت على كده. الحل انه ما كانش حد يبص يطلع باللعب، خطأ. الحل ان كل واحد يلتزم بما قال الله وقال الرسول. البيوت والاسر لها قوانين، ما في دين من الاديان السماويه حط قوانين للاسره زي الاسلام. ما في دين من 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 اديان السماء حط لها التعاملات الاجتماعيه داخل حتى غرفه النوم ما بين الزوج والزوجه الا الاسلام. اما نرجع لاسلامنا ونرجع لديننا تاني هنقول اه ايه الصح وايه الغلط. لكن فين المنابع؟ تكفيف وهدم وقفل لكل حد بيقول قيمة إسلامية تربوية صحيحة. هدم كل واحد وكل راجل في قلب بيته، كل أب وكل أم اصحي فوقي، شوف عيالك بيتفرجوا على ايه، شوف عيالك بيتعامل مين، صحاب عيالك مين أصدقاء ابنك يا ابني، بيروح فين، بيعملوا ايه، والله لو كبروا في جبع مش بيتصرف عليهم؟ انا من حقي انا طالما بصرف، طالما بدفع ثمن الراوتر والداتا والموبايل اللي انتوا عليه، انا من حقي اعرف. اسال عنكم امام الله. والتربيه عمرها ما من كبر، بيقول لي الكلام على المراهقه، التربيه باديه من الصغر. لكن تيجي قيم تهدم المجتمع، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، يا دي الام ويا دي الاب، انت مسؤول امام الله، انت مسؤول امام الله على بيتك وعلى القيم اللي بتخش بيتك. قول ما انتش عارف الدين، اقرا اي حاجه، افتح اي كتاب واقرا، هات تفسير، هات تفسير ابن كثير، اسهل تفسير، تفسير السعدي اسهل واسهل، هتقرا بيقول كده واقرا صفحه بصفحه لعيالك، والزمهم يسمعوا عن الله عز وجل، يسمعوا ربنا بيقول ايه، قال الله قال رسول الله، يسمعوا. الناس اللي ما عندهاش علم شرعي خشوا الاكاديميات اللي فاتحه كلها مجانا على النت، كلها مجانا، خشوا واعرفوا عن الدين. طالما ما فيش حد بيقول لكم الله، ما بتسمعوش عن رسول الله، خلاص نعم، خشوا وتعلموا، علموا عيالكم. لكن اسيب اولادي بالشكل ده وما يسمعوش ان ده غلط؟ يا بنات يا اللي بتسمعوني على الانستا ولا على التيك توك ولا في اي منصه، انا عارفه ان دي منصاتكم، من فضلكم، انتبهي يا حبيبتي، انتبهي، مش ده اللي ناخد منه قيم. انتبهي وتعلمي دينك واعرفي عن الله، اعرفي ازاي تأنسي بالله وما يكونش ليكي انيس في الدنيا الا الله عز وجل. ينفع ينفع، مش شرط تكوني عجوزه وصلت للخمسين والستين عشان اعرف ربنا بقى وتابت لرب، لا، احب ربنا يحب العبد التائب وحبه للشاب التائب اشد. ليه؟ عشان هو لسه في بداية الحياة. يا هناك ويا سعدك، يا هناك ويا سعدك، وانت لسه كده فايقة ولا سمعت الفيديو بتاع تتوبي الى الله. خلاص مفيش حد معصوم، كلنا زو خطأ. لكن الفكرة في ايه؟ انا ناوية اتوب وارجع لربنا. ارجعوا يا اجمل حياتكم وانتوا في قرب ربنا. الفجر عاملين فيه ايه؟ بتصلوا فجر؟ بتصلوا صبح ظهر عصر؟ ما اخبار الصلوات ايه؟ اخبار السنن النوافل ايه؟ الذكر عامل ازاي؟ ده احنا عندنا حاجات تحفه جدا في الذكر ده. الواحد كل مره يقول يا ربي ذكر، لو قلته قبل ما تنام دخلت الجنه،
ذكر لو قلته بعد الصلاة دخلت الجنة، لا يحولك بين وبين الجنة إلا قولها. طب بس استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات خلص، غفر له كانت ذنوبه وكانت زبد البحر. عندنا حاجات حلوة جدا اللي تشبع روحك، أنت مجوع روحك. إحنا الجيل ده والزمن اللي احنا فيه ده، الناس اللي انا شايفاهم قدام عيني روحهم جعانه جعانه مجوعين، وهم اللي في مجاعه اقسم بالله، بعيد عن الحبيب، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما اتعس الحياه وانت بعيد عن ربنا، ما اتعس حياتنا وما انتش مبسوط وما انتش مبسوطه، ومهما يحصل بتعيطي مش مرتاحه، ما لو نعم الدنيا عندك والله ما هتحسي بيها، بعيد عن ربنا. وده الغلط، وده الغلط. الفكره في ان رب في ان الواحد يرجع لله مش عشان بس الجنه والنار، ابدا، ده في جنه في الدنيا انتوا مش واخدين بالكم منها، في جنه في الدنيا، جنه حقيقيه في الدنيا احنا مش واخدين بالنا منها. الجنه الحقيقيه اللي في الدنيا عارفين ايه؟ ان الدنيا كلها تبقى حواليك وانت ما انت شايف غير انا حالي مع ربنا عامل ايه، هو انا قلبي فين دلوقتي، هو انا قلبي فوق عند العرش عند ربنا، هو انا فين من الصحاب، هو انا النبي عليه الصلاه والسلام هيجي يسلم عليا، خلي هو ده همك، النبي هيعرفني صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، هو ده همك، يا ترى هيختم ليا بلا اله الا الله محمد رسول الله، هو ده همك، هو دي الحياة الحقيقية. احنا هنا ضيوف قاعدين كده مسافرين رايحين شجرة وجايين، خلصنا، احنا هنا ضيوف، لكن في الاول وفي الاخر احنا عايزين رضا ربنا، بيتنا فوق نعمل له من دلوقتي، لكن احنا مذهولين، احنا مشغولين غفلانين كده، كأن واحد منساق عقله راح، الدنيا مش عارفه وايه والاكل والشرب والبتاع، فوقه مش هي دي الحياه، فوقه كل واحد يرجع لربنا بسرعه، ظبط قرانك، ظبط. والله العظيم انا جيت في يوم شفت بنت من البنات وهي بتختم، كانت بتبكي جدا يعني، وفي نفس اليوم كان في مركز اسلامي عامل دعوه وبتاع مش عارفه ايه، وحضرت معاه يعني سبيل تشريف يعني كده، وانا اللي اتشرف، وانا اللي اتشرف بيهم، وحد بينطق الشهادات الشهادتين لاول مره وكده، ودي بتبكي ودي بتبكي، قعدت اقول يا سبحان الله، يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني اللي ختمت وبتعيط دي بتعيط عشان ايه؟ فرح، بتعيط عشان انس، بتعيط عشان قلبها ربنا جعله اهاب يحمل القران، واللي اسلمت ولا اللي قالت اشهد ان لا اله مش قادره، اقول يا رب دايما الامر ده بيأثر فيا جدا، بس في القلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هي مش فاهمينها بالعربي ولا إيه، ولكن هي كلمة تهز القلب. أنت يا مسلم بقى يا فرحتي، أنت يا مسلم يا مسلمة اللي بتنطقي كل يوم، حال قلبك مع ربنا إيه؟ حال قلبك مع القرآن إيه؟ ملناش نجاة إلا هو، ملناش نجاة في العصر اللي احنا فيه ده، بدل ما نطلع كل يوم يطلع لنا اللي مطلق مراته واللي قتل مراته واللي مش عارفه رمى بنته واللي عملت مع جوزها واللي جمع ما بين اتنين، يعني اديكوا شفتوا الحلقه اللي قبل الاخيره اللي جمع ما بين اتنين، ايه 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 يا جبابره في ايه؟ جمع ما بين رجلين، حاجه مصيبه، حاجه مصيبه دي على مساء، ملناش نجاة، ملناش، انا بقول لكم ولا لنا ولا عيالنا الا القران والصلاه، افضل كده في صومعتي للصلاه حلق ما اخرش اجري، والله اعرف اني سألت، اعرف اخوات اللهم بارك احسبهم من مقيم الصلاه متطهرين برضه، لانهم بيبالغوا قوي في الوضوء، يجروا مش هتستحمي في الشتاء بالرش على الوضوء، تروح وتجري على الصلاه، موفقين احسبهم، انا شايفه حياتهم موفقين، ولا بيعرفوا حاجه، ربنا اللي بيدبر لهم امور، ليه؟ هم عملوا اللي عليهم، ايه اللي عليهم؟ صلاتهم، قرانهم، ذكرهم مع الله، فيقضي الله عز وجل بقى ما دنيته بقى، هو ماليش دعوه، انا ليا اللي بليك. انت عايز مني ايه؟ يعبدون ما اريد منهم من رزق ولا يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، باخد بالاسباب، ده رب بتاعتك حلها مش بتاعتي، ويكون ده حال القلب، ده يقين القلب، لا هنتكلم عن مشاكل
ولا هنتكلم عن ترندات طالعه، ولا افلام ولا مسلسلات، ولا اللي اتجوز على مراته، ولا اللي خانق جوزها، ولا كان احنا دلوقتي من الدنيا معكوه. كنا لو اللي خون زوجته طبعا ده خلاص، يعني زي ما تقول الناس ايه مش عارفه اقول ايه والله، يعني خلاص بقى كانه استغفر الله حاجه عاديه بقى، خلاص بقى ده الطبيعي. استغفر ان شاء الله، لا يا رب ان شاء الله لا يا رب، ويكون ويكون الصح فعلا ان الحق هو اللي موجود الحلال. والله واسمعوا يا 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 اللي واخدين الخيانه طريق، اقسم بالله اقسم بالله يأبى الله الا ان يضع في الحلال كل السعاده وكل الراحه. في الحلال الله سبحانه وتعالى يضع في الحلال كل الراحه وكل في الحلال. الحرام لو عملته 1000 مره ما تشبع، الحرام لو عملته 1000 مره ما تشبعش وتفضل عايز حرام 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 حرام. انت نفس الكلام. الله عز وجل يا جماعه سبحانه سبحانه عزيز، لازم يرى من قلب العبد ان انت عايز ربنا، ان انت مصدق في موعود الله سبحانه وتعالى. انت مصدق في موعود ربنا ولا لا؟ انا مصدقك يا رب، والله انا مصدقك يا رب، اكرمنا يا رب، توب علينا يا رب، اصلح حالنا وحال اولادنا يا رب. وايه ايه ايه الفكره؟ يعني انا عايز اعرف ايه الفكره واحنا بعيد عن الخالق، عن الحبيب، عن الانيس، عن القادر، عن مقتدر، عن الرزق الرزاق، عن الواسع الوهاب. انت بعيد عنه وعايز ايه؟ ما انت في دنيته. ما هو الناس مش فاهم، ما انت في دنيا ربنا. اللي عايز حاجه من ربنا ما يلجا لصاحبها، الصاحب هو الله، صاحب كل الحاجات هو الله سبحانه وتعالى، يمدك بيها. خلي لك حال عشان يبقى لك عين تساله، عشان ينفع ترفع ايدك كده يا رب اعطيني، يا رب اهديني، يا رب يا رب من عليا. ده اللي المفروض يكون الحال. انتباه لاولادنا وانتباه لحالنا وانتباه كده. اول قبل ما اقول لك كده اقول لك، وانت عايزه اولادك صالحين، عايزه زوجك يشوفك افضل امراه، عايزه صلاح في البيت ويبقى معاكم ملائكه مش شياطين، انت عامله ايه مع ربنا؟ انت عامله ايه؟ انت حالك ايه؟ ايوه هو بكده. طب بعمل وكويسه وبصلي وكذا، انت لو تصبري عليه ها ولك الجنه. طب اصلح لي اولادي يا رب، يصلح يصلح الحي يا الملائكه يعني ده انت اضقت مضاجعنا بكثره الدعاء لابنك. روحي قد رد الله عليه بصره، كثره الدعاء الام له، بكثره الدعاء الام. ما تستقليش ما تستقليش عشان خاطري، وانا بكلمك انا بكلمك وبكلم الرجال اللي يسمع منهم يكتر خير والله على راسنا، اللي مش هيسمع هو حول قد عذر من انصر. لكن انا في الفيديو واللايف النهارده انا بحمل كل راجل، انا بقول لك اهو والله وقفك امام الله يا ابني، والله لو كنتوا تسمعوا دموع الزوجه وهي بتنهنه بتنهنه، تسمعوا بس دعاء دموعها كنتوا تقولوا الله عز وجل الله عز وجل ناصر دينه ويدافع عن المؤمنين وناصر اولياءه وناصر حبايبه. لازم نبقى لازم نبقى ما ينفع، يا نهار ابيض، هو ينفع ما نتخذش الله عز وجل حبيب؟ ينفع ما تحبيش ربنا ولا تعطيه من قلبك ولا صلاتك ولا قرانك ولا تضيع يا بنتي وتضيع يا ابني؟ والله تضيع. ما فيش منابع ايمانيه حاليه بتعلم النساء ولا الرجال ولا عيالنا، فما تلاقوا حاجه امسكوا فيها، وما تلاقوا قيمه امسكوا، ولما تلاقوا غلط امنعوه. وادعوا ربنا يا رب اصلح لي اولادي، يا رب كرمني في اولادي، يا رب انا مالي غيرهم، يا رب يا رب والله لا تسيئني فيهم، حبب فيهم خلق، اهديهم سواء السبيل يا رب، اهديهم بهدى من عندك يا رب. ادعي لكل عيل من عيالك، انت عارفه عيالك ده عايزين ايه. يا رب انا مش عارفه علمني، طب يا رب يسر لهم الصحبه اللي تعلمهم، طب يسر لهم يا رب القدوه ولا النموذج زي النبي عليه السلام يعلمهم يا رب. يا رب لا تسئني فيهم يا رب، يا رب كرمني بيهم، فرح بيهم نبيك يوم القيامه. ما تدعي يا رب زوجي اجعلني افضل امراه في عينه، اهديه اصلح حاله حنن قلبه علينا يا رب. ادعي يا بنتي، ابعد عني يا رب شياطين الانس والجن، اللهم احفظ اولادي واحفظ بيتي من
من كل عين ومن كل شر ومن كل شيطان انس وجن. ادعي ادعي وما تسيبيش نفسك ولا تسيبي بيتك ولا تسيبي نفسك عرضه تبقي ريشه في مهب الريح دي واخداكي مش عارفه فين تسمعك ايه ودي واخداكي تعملك ايه وخلط الصح بالغلط. مصيبه مصيبه العصر اللي احنا فيه. تخلط الصح بالغلط تخلط يخلطوا الصح بالغلط حته صح وباقي غلط فدماغك تعمل ايرور كده وفيه ايه بيدافعوا عن حد مظلوم ولكن في حاجه غلط في قلب الموضوع. يعني لا الحق باين والصح باين وفي الاول وفي الاخر كل نفس بما كسبت رهين. وفي الاول وفي الاخر ان الانسان على نفسه بصيره. انت كل واحد عارف ربنا يريد منك ايه. ظبط صلاه حاضر يا رب، قران حاضر يا رب، ذكر حاضر يا رب، اتق الله في بيت وماكل ومشرب حلال حاضر يا رب. هو ده اللي يتقال يا جماعه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يكرمنا وإياكم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا وعليكم بالخير والبركة. أدعو الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة ويحفظ البنات ويحفظ النساء اللهم أمين، ويبصر الأزواج بالخير لزوجاتهم اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أدعي لكم، أنا دعيت يا رب كل اللي معانا على اللايف ومش على اللايف. اللي عايزة تلبس حجاب مين؟ أقنع أمي بالحجاب. أمك اللي عايزة، يا نهار أبيض امك اللي قتلت فينا الكومنت العظيم ده. ازاي اقنع امي بالحجاب؟ يا خبر ابيض يا حتهاج، خليها تسمع الفيديوهات. ربنا يحجب البنات كلها، وربنا يعني يخلي في قيمه جميله في قلب كل بنت. حلو البنوته اللي عايزه امها او ان هي تقنع امها بالحجاب، يعني البنت اللي تتحجب يعني تحجب يا بنت ايش؟ قالوا لها ربنا قال، مفيش الكلام ده، ربنا قال انا بعمل ربنا بيقول. ربنا يهدينا اللهم امين احنا واياكم. ما فيش هنا اسئله قدامي عشان مش شايفه بقى خالتكم هلا بقى. خلاص عظيم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.